السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح؟ الآن الصوت واضح؟ طيب نبدأ إن شاء الله. في هذا اللقاء اليوم المفروض نتحدث عن توزيع البوصون، لكن المحاضرة السابقة نسبة لسوء الشبكة كان شوية يعني فيها بعض المشاكل، ما عملنا مسألة تطبيقية على توزيع ذو الحدين. الآن نعمل مسألة تطبيقية على ذو الحدين وعلى طول ندخل في توزيع البوصون. طيب تحدثنا في المحاضرة السابقة عن توزيع ذو الحدين، قلنا أول حاجة توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، ثبتنا هذه المعلومة. طيب اثنان، قلنا توزيع ذو الحدين عنده دالة احتمالية، هذه الدالة الآن موجودة أمامنا، دالة قانون ذو الحدين هي عبارة عن حاء س بتساوي نون غاف س ضرب لام أس س ضرب واحد ناقص لام مفعول القوة نون ناقص س. هذه القاعدة تسمى بقاعدة أو دالة ذو الحدين. قلنا يستخدم توزيع ذو الحدين عندما أتأكد أن التجربة عندها حدين فقط، عندها حدين فقط، يعني مثلا النجاح الفشل، المتزوج عازب، يعني حاجة ما تحتمل إجابة ثالثة. إذا هذه ثبتناها كذلك. كذلك ثبتنا في هذه الدالة قلنا نون غاف سين من الآلة الحاسبة اللي هي بسميها بالتوافيق، اسمها التوافيق، تقرأ نون قاف سين. وتعني التوافيق من الآلة الحاسبة، قلنا الرقم الفوق ثم نعمل شيفت ثم علامة تختيم ثم الرقم أسفل، على طول تعطينا هذه القيمة، وفي بعض الأحيان تكون معطى في الاختبار، يعني ما فيها أشكال هذه. طيب إذا نون قاف سين هي توافيق، لام هي النسبة معطاة، سين هي بتكون من خلال السؤال، الواحد ناقص لام هي المكمل للام، إذا كان لام 20% إذا الواحد ناقص لام حصير كم؟ 80%. في توزيع ذو الحدين قلنا يستخدم عندما يكون حجم العينة صغير، حجم العينة صغير والنسبة كبيرة، النسبة كبيرة، ثبتنا هذه كبيرة قلنا يعني 1%، يعني 2%، 3%، 4%، 5%، 10%، 20%، هذه كلها تبع توزيع ذو الحدين. طيب في هذا التوزيع كذلك عرفنا ان الوسط الحسابي اللي هو ميو، توقع القيمه المتوقعه سميناها ميو، قلنا هي عباره عن نون ضرب لام، نون ضرب لام. وكذلك في هذا التوزيع تعرفنا على التباين، قلنا هو عباره عن نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام. اذا هذه الاشياء كلها ثبتناها وعملنا عليها امثله كثيره جدا. الان نحاول نحل مثال واحد خاص ب مسألة ذو الحدين. الناس تركز معنا، واللي عنده آلة حاسبة يتابع معنا بالآلة الحاسبة. واضح شباب؟ نبدأ إن شاء الله. مسألة ذو الحدين يا شباب. طيب قال إذا كانت نسبة المعيب في إنتاج أحد المصانع هي 20%، هذه نسبة عالية جدا جدا، 20% من إنتاج المصنع الثالث، هذه مشكلة. سحبت عينة عشوائية اللي هي تجربة حجمها 5 وحدات. طيب دائما حجم العينة معطى، دائما حجم العينة هو نون، نون حجم العينة يا شباب. إذا نحن الآن نثبت معلومة إن نون في هذه الحالة بتساوي كم؟ نون بتساوي 5، ولام معطى، النسبة اللي عندنا موجودة هي لام، على طول النسبة اللي عندنا موجودة في المسألة هي لام، إذا لام هنا تساوي، الآن أنا عرفت إنه لام بتساوي 0.2، وإذا المكمل للام كم؟ المكمل لمية في المية، عشان تكون 100% كم؟ لام بتساوي 0.2، إذا المكمل لها هيكون 1 ناقص لام. ممكن تعملها في الآلة الحاسبة، تحط 1 ناقص 0.2 تظهر لك 0.8 اللي هي 80%، 0.8 واحد ناقص لام بتساوي 0.8، دائما لام وواحد ناقص لام مجموع بيساوي واحد كامل او 100%، مجموع بيساوي كم؟ واحد كامل او 100%. اذا الان انا عرفت لام
وعرفت واحد ناقص لام وعرفت حجم العينة نون، إذا كل المعطيات أصبحت عندي موجودة. طيب السؤال، ما هو احتمال ألا نجد وحدات معيبة بالعينة؟ لا نجد وحدات معيبة بالعينة، قلنا السؤال هو سين، هو قيمة سين، سين متغير كل مرة بياخذ قيمة مختلفة. إذا ما هو احتمال ألا نجد، لا نجد معناه سين بيساوي صفر. إذا أنا الآن ببحث عن احتمال ح سين بيساوي صفر، بكتب كده يا شباب، بكتب ح سين بيساوي زيرو. واضح شبابنا؟ الآن أنا أبحث عن ح سين بيساوي صفر، إذا ح سين بيساوي صفر في هذه الحالة بيكون عندي كده يا شباب، بيكون عامل كده ح، السؤال بعدين في الاختبار بيكون عامل كده ح سين، ح سين بيساوي صفر، معناه ما هو احتمال عدم وجود وحدة معيبة؟ ح سين بيساوي صفر، بكتبها كده عديل، ح سين بيساوي صفر. فأنت ما عليك إلا تعوض قيمة سين بصفر، أي مكان فيه سين بيساوي صفر. وقلنا ثبتنا حاجات، قلنا أي توافيق يعني نون نون غاف، قلنا نون غاف صفر بيساوي واحد دائما، نون غاف صفر بيساوي واحد، نون دي إن شاء الله 100، 100 غاف صفر بيساوي واحد، 1000 غاف صفر بيساوي واحد، 5 غاف صفر بيساوي واحد، أي حاجة غاف صفر بيساوي واحد، هذه منتهية معروفة بيساوي واحد، هذه بيساوي واحد. إذا عندي الجزء الأول من القانون معروف، الجزء الأول اللي هو حق غافتين نون غافتين بيساوي احتمال بيساوي واحد. إذا نشوف الحل مع بعض. أول حاجة التجربة خاضعة لقانون ذو الحدين، تمام؟ لأنه الوحدة لما نبحثها إما معيبة أو غير معيبة، ما عندها حالة ثالثة، إما معيبة أو غير معيبة. المعطيات نون بيساوي 5 اللي هي حجم العينة، نسبة المعيب لام بيساوي 20% اللي هي 0.2، 1 ناقص لام بيساوي 0.80 اللي هي لام و1 ناقص لام مكملين لبعض. وحسب قانون ذو الحدين ح س اللي هو نون غ س مضروبة في لام أس س مضروبة في 1 ناقص لام أس نون ناقص س، هذا هو قانون ذو الحدين. إذا ح س تعني احتمال وقوع الحدث اللي هو س من المرات، وقلت عدم وجود معناه ما في زيرو. أي عوض قيمة س بصفر، احتمال أن لا نجد وحدات معيبة بالعينة معناه ح س بيساوي صفر. في هذه الحالة ح س بيساوي صفر، في هذه الحالة أنا عندي قلت ح س بيساوي نون غ س ضرب لام أس س ضرب 1 ناقص لام أس، هذا القانون المطلوب الأول. أعوض قلت غ 5 غ 0 ضرب 0.2 أس 0 ضرب 1 ناقص لام أس اللي هي 0.8 اعتباره أس 5 ناقص 0، تعويض مباشر. إذا بالآلة الحاسبة أعمل هذه العملية بتساوي اللي هي أي حاجة اللي هي قاف صفر بيساوي واحد، وأي حاجة مرفوعة قوة صفر يا شباب يسمى بالأس الصفري برضو بيساوي واحد، يعني 0.2 أس صفر بيساوي واحد، هذا يسمى بالأس الصفري معروف، تمام؟ إذا أس صفر معناه بيساوي واحد، معناه الكلام هذا كله أنا 0.80، هذا كله الكلام عندي 0.80 مرفوعة قوة 5 في الآلة الحاسبة، أنا عنده آلة حاسبة ساينتيفيك علمية يعمل معنا 0.8 مرفوع القوة 5، 0.8 أس 5 اللي هي بتساوي كم تساوي شباب؟ 0.8 أس 5 بتساوي 0.327، وهذه هي الإجابة، هذه هي الإجابة. إذا هذه الجواب اللي هي 0.327، وضح شباب؟ طيب الآن أنت حاول لي ما هو المطلوب الثاني، احتمال أن نجد وحدة واحدة معيبة، ما هو احتمال أن نجد وحدة واحدة معيبة؟ المطلوب الثاني ما هو احتمال أن نجد وحدة واحدة معيبة؟ هذا هو المطلوب الثاني شباب، ما هو احتمال أن نجد وحدة واحدة معيبة؟ يلا حاول، عندك المعطيات كلها موجودة، التوافيق حتكون 5 غاف 1 و5 غاف 1 بيساوي 5، نعم 5 غاف 1 بيساوي 5، يلا واقف على كده، لام معروفة 0.2 واحد ناقص لام 0.8، إذا في حد من الشباب توصل للإجابة الصحيحة، يلا انتظار باقي المجموعة يا شباب، انتظار باقي المجموعة.
شباب انا اعطيتها السلام عليكم للمره الثانيه، انا اعطيت فرصه للشباب انتظر الحل، وصلت لي نوعين اثنين من الحلول الصحيحه، وصلت اثنين من الحلول الصحيحه. طيب اللي هو الحل الصحيح يا شباب بوينت 4096 بوينت 4096، هذا هو الحل الصحيح. توصل له اثنين من نعم هذا هو اثنين نعوض مكان الصفر واحد، نعوض في القانون هذا نفسه، نعوض في القانون هذا اللي هو بالتعليق 5 ضرب بوينت 2 لأن مرفوع القوة واحد هي نفسها بوينت 2 ضرب اللي هي بوينت 2 في ضرب بوينت 8 أس 4 ضرب بوينت 8 أس 4، هذه كلها لما نعمل بالآلة الحاسبة اللي هي بتساوي بوينت 4096 نفس القانون نعوض فيه. واضح شباب؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ لازم الناس كلها تقول واضح، المهم عشان لأنه هذا مهم جدا جدا، لازم تكون فيه يعني دائما في ذو الحدين، في ذو الحدين والبوصوم بيكون مثلا في الاختبار يا شباب، الاختبار في الاختبار عندنا مثلا موجودة. تمام؟ في مسألة لازم تعرف الحل كيف تتعامل معه. الحل اللي بيقول مو واضح اللي هي بنعوض في القانون، قانون ذو الحدين، نقوم في القانون قبل شيء عملناه، قلنا عندنا قانون، هذا القانون هو عبارة عن اللي هو سميناه بنون غاف تمام سين مضروب في لام وسي سين مضروب في واحد اللي هي عملنا هنا قوس، قلنا واحد ناقص لام هذا كله مرفوع لقوة اللي هي نون ناقص ناقص سين. طيب الآن أنا قلت هعوض بواحد، لما أعوض واحد هيكون عندي اللي هي خمسة، هذه خمسة نون كانت بتساوي خمسة غاف سين سين واحد مضروب في لام اللي هي بوينت تو، لام اتفقنا على إنها هي بوينت تو أو بوينت عشرين صح، هتكتبها بوينت عشرين برضو صح شباب بوينت تو تمام، مساحة القوة سين اللي هي مساحة القوة واحد ضرب اللي هو هيكون عندي بوينت ثمانية بوينت 8 وقلنا بوينت 8 مرفوع القوة كم يا شباب؟ مرفوع القوة اللي هي 4، ليش 4؟ بوينت 8 مرفوع القوة 4 لأنه اللي هي نون ناقص سين هتكون مرفوع القوة كم؟ 4. طيب هذا بالآلة الحاسبة، حسب هذا بالآلة الحاسبة النون غاف 1 5 غاف 1 أي حاجة غاف 1 بتساوي الحاجة نفسها 5 10 50، إذا 5 غاف 1 بتساوي 5، 5 ضرب بوينت 2 مرفوع القوة 1 هي نفسها بوينت 2، هي نفسها بوينت 2، اذا بوينت 2 مرفوع القوة واحد اي حاجة مرفوع القوة واحد هي نفسها اللي هي الحاجة نفسها. طيب ضرب اللي هي حتكون ايش بوينت 8 مرفوع القوة كم 4، اعمل هذه العملية بالآلة الحاسبة اللي عنده آلة حاسبة سينتيتيك كالكوليتر يقدر يشتغل معنا الان يطبق على طول تظهر النتيجة، لما نعمل هذه مرفوع القوة 4 تظهر النتيجة هي عبارة عن بتساوي بوينت، هذه بتساوي النتيجة يا شباب بوينت 40 بوينت 40 بوينت 40 بوينت 40 9 6 ولا كم بوينت 40 يلا شباب 9 6 بوينت 40 9 6 وهذه هي كده عوضنا بقيمة 0 وعوضنا في نفس الوقت بقيمة 1. إذا بعد ده أنا أتوقع كل واحد منكم الآن معانا يقدر يشتغل مسألة ذو الحدين، أي مسألة ذو الحدين بتكون بهذه الصورة، مسألة بسيطة وسهلة وما فيها شيء صعب إن شاء الله. طيب دائما الأسئلة فيها عن صفر وعن الواحد، ما هو احتمال أن لا نجد وما هو احتمال أن نجد وحدة واحدة. إذا في سؤال ثالث بقول لك ما هو احتمال أن نجد وحدتين، مكان واحد حيعوض إيش اثنين، وهكذا بالنسبة لتوزيع ذو الحدين. وعندنا كذلك في هذه المسألة قال أوجد القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة في ذو الحدين هي عبارة عن نون ضرب لام، نون ضرب لام، نون عندي ولام عندي، إذا الاثنين ضرب بوينت 2 بتساوي واحد، بتساوي واحد بالقانون. نعم القيمة المتوقعة بتحطها بالقانون نون ضرب لام، نون عندي خمسة ولام عندي بوينت 2 نضرب خمسة في بوينت 2 بتساوي واحد، هذه بالنسبة لي القيمة المتوقعة. التباين هو عبارة عن نون، تباين هو عبارة عن نون
ضرب بلام ضرب واحد ناقص لام. طيب اللي هي بتساوي بوينت 8 بتساوي بوينت 8. اذا التباين بيساوي بوينت 8 والتوقع بيساوي 1 والانحراف المعياري هو عباره عن جذر التباين عباره عن جذر التباين. بوينت 8 تحت الجذر بوينت 8 تحت الجذر كم تساوي؟ بوينت 8 تحت الجذر بتساوي اللي هي بوينت 8 9 بوينت 8 9 او تقريبا بوينت 9 لكن احنا دايما نشتغل بالرقمين دائما حاول خلي في الان حسب الرقمين بعد الصف العشرين. اذا هذا بيساوي بوينت 9. اذا كده ذو الحدين عملنا عليهم مساله تطبيقيه كيف نقدر نحسب القيمه المتوقعه وكيف نحسب التباين ثم طريقه حساب الانحراف المعياري. هذا بالاضافه الى حساب القيمه الاحتماليه عن طريق ذو الحدين. واضح شباب؟ واضح شباب؟ الان نقفل صفحه ذو الحدين وندخل في الموضوع الثاني لانه الزمن ما من الصالح، الباقي لنا من الوقت اقل من نصف ساعه، فنحاول نوضح فيه توزيع بوصوم. تمام يا شباب؟ انا حاعطيك مساله تمرين تحلها انت، هذا تمرين عملي، سجلوا هذا التمرين حلوه وارسلوه على المنتدى اللي يقدر يصل للحل الصحيح. طيب اذا كانت نسبه الانتاج المعيد في احد المصانع هي 15%. سحبت عينة عشوائية حجمها 3، الـ M صغيرة جدا والـ B واللام كبيرة جدا، نستخدم توزيع ذو الحدين، وعلى فرض أن الإنتاج هو متغير يتبع توزيع ذو الحدين. طيب قال لي أوجد ما هو احتمال أن نجد بالعينة وحدة واحدة معيبة. والأول قال لي ما هو احتمال أن نجد بالعينة وحدة واحدة معيبة. هذا هو حيكون تمرين الناس تحاول تحله ان شاء الله سهل. والثاني السؤال الثاني ما هو احتمال ان لا نجد بالعين اي وحده معيبه؟ ما هو احتمال ان نجد اي وحده معيبه؟ نفس الاسئله كانت موجوده هناك. والسؤال الثالث القيمه المتوقعه لعدد الوحدات المعيبه هي معطيك بعض الحلول، انت حاول توصل للحل واختار الاجابه الصحيحه. واخيرا كده بنكون عملنا الجانب العملي التطبيقي. اتمنى ان الناس تحاول تحله وترسل الحل. بعد ده بنشوف كيف نقدر نتعامل مع هذا التوزيع. بهذه الفقره بنكون قد ختمنا توزيع ذو الحدين. الان تبقت نصف ساعة نحاول نتعرف فيها على التوزيع الآخر من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة يسمى بتوزيع بوسون. إذا توزيع بوسون أول حاجة نثبت أن توزيع بوسون هو من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، يعني نفس ذو الحدين. ذو الحدين متقطعة وبوسون متقطعة، نعم. يعني في الاختبار عادي جدا جدا اقول لك توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتماليه المتقطعه، تقول نعم. توزيع بوسون من الاحتمالات من التوزيعات الاحتماليه المتقطعه، نعم. هذه معلومتين مهمتين جدا جدا من مواضيع الاسئله. طيب المعلومه الثانيه المهمه جدا كذلك، يستخدم توزيع بوسون في حاله المتغيرات العشوائيه التي تتصف بالندره، عندما يكون احتمال وقوع الحدث نادر، احتمال حدوثه صغير جدا. معناها اللام مالها يا شباب؟ معناها لام صغيره جدا. صغيره جدا يعني كم؟ يعني اقل 1% واصغر. يعني في الالف، 1 من الالف، 1 2 في الالف، 5 في الالف، 6 في الالف، هذه اي حاجه دخلت معايا في الالاف هي توزيع بوسون. يعني لما اقول مصنع ينتج 3000 وحده، هذه ان كبيره، نون كبيره جدا جدا. تمام؟ واقول اذا كانت نسبه التالف مثلا 1 من 1000، معناها في كل 1000 وحده منتجه في وحده واحده تالفه، هذا يدل على انه وقوع الحدث نادر، وقوع الحدث نادر اللي هو ضعيف جدا. اذا هذا برضه موضوع سؤال عادي جدا، ممكن اقول لك يستخدم توزيع بوسون عندما يكون احتمال وقوع الحدث كثيرا. احتمال وقوع الحدث كثيرا هذا ما عندنا. ما في.
انت الحل انه يستخدم توزيع بوسون عندما يكون احتمال وقوع الحدث نادر. يستخدم توزيع بوسون في الحوادث التي تتصف بالندرة، بالندرة. تمام يا شباب؟ واضح؟ تمام. طيب اسالك، اقول لك توزيع بوسون يصف المتغيرات العشوائيه نادره الحدوث، صح ولا خطا؟ توزيع بوسون يصف المتغيرات العشوائيه نادره الحدوث، صحيح؟ نعم، هو توزيع بوسون يصف المتغيرات العشوائيه اللي هي نادره الوقوع. توزيع ذو الحدين، توزيع ذو الحدين يصف المتغيرات العشوائيه نادره الوقوع، صح ولا خطا؟ ذو الحدين خطا، نعم هو بوسون. طيب يستخدم توزيع بوسون بدلا من توزيع ذو الحدين، يعني ممكن نفس المساله اللي ممكن نحلها عن طريق ذو الحدين لكن نستخدم فيها بوسون، ممكن؟ هذا متى؟ اذا كان حجم العين كبير واحتمال وقوع الحدث صغير، يعني نون كبيره اكبر من او بتساوي 30 ولام اصغر من او بتساوي 1%، اصغر من او بتساوي 1%. في هذه الحاله نحن بنستخدم توزيع بوسون بدل من توزيع ذو الحدين. يلا بعد ده انا اي مساله اعطيك اياها انت ناظر نون حجم العينه وناظر لام. اذا كان حجم العينه كبير اكبر من 30 والنسبه كانت صغيرة جدا، في هذه الحالة نستخدم توزيع بوسون. الواضح الشباب؟ يعني عادي جدا ممكن أنا أعطيك مسألة أقول لك فيها، أقول لك مثلا إذا كانت نون بتساوي 1000 لام بتساوي 1 من 1000، فإنه يجب أن نستخدم، أعطيك خيارات: 1 توزيع ذو الحدين، 2 توزيع بوسون، 3 توزيع طبيعي. هو هنستخدم بمجرد ما وجدت النون كبيرة واللام صغيرة مفروض نستخدم توزيع بوسون، مفروض نستخدم توزيع بوسون. إذا توزيع بوسون من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة التي يتم استخدامها عندما يكون حجم العينة كبير وفي نفس الوقت يكون اللام صغيرة جدا جدا. طيب إذا كانت نون بتساوي 10، إذا كان نون بتساوي 10 لام بتساوي 0.15، إذا كان نون بتساوي 10 لام بتساوي 0.15، فإننا نستخدم أعطيك خيارات: توزيع ذو الحدين، توزيع بوسون، التوزيع الطبيعي. الشباب قالوا توزيع ذو الحدين، نعم فإننا نستخدم توزيع ذو الحدين. ليش؟ لماذا؟ نستخدم توزيع ذو الحدين لأن العين صغيرة، نعم حجم العين صغير والنسبة كانت كبيرة، اللام كبيرة، نعم أن الاحتمال في هذه الحالة. هذه شباب هذه كلها أسئلة مهمة جدا جدا، كل الأسئلة اللي قدمتها لكم هذه هي أسئلة مهمة جدا، اللي يعني هي بتدل على فهم بالنسبة لتوزيع ذو الحدين وتوزيع بوسون. طيب نروح للمثال ذو الحدين، مثال ذو الحدين، عدد اللي هي في احد الاحياء 100 منزل واحتمال وقوع حريق في احد المنازل احتمال ضعيف ونون كانت كبيره 100 منزل، في هذه الحاله المفروض نستخدم توزيع ذو الحدين. وكذلك من الاشياء اللي هي الطرق السريعه اللي هي الحوادث المروريه في الطرق السريعه برضو توزيع بوسون نستخدم معاه. ومن الامثله الشهيره اخطاء طباعه، لانه يعني الطباعه تراجع كم وكم 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 مره، فاذا اخطاء الطباعه بتكون دائما قليله جدا جدا، فإذا بنستخدم معاه برضه كذلك توزيع بوسون. إذا هذه الأشياء كلها بنستخدم معاه توزيع بوسون، هذه بعض الأمثلة، لكن طبعا هي الأمثلة كثيرة. هي حاجة فيها نون كبيرة ولام صغيرة نستخدم معاه توزيع بوسون. كذلك الدالة الاحتمالية لهذا التوزيع الناس بيشتغلوا معانا بالإنجليزي اللي هي البي أوف إف إيكوال إي أوس ماينس ميو ضرب ميو أوس إف على إف فاكتوريال، لكن احنا طبعا لا نشتغل كله بالعربي، فإذا نقلب هذه الداله اللي هي احتمال حاسين في بوسون، داله بوسون هذا هو لا 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 الاحتمال كيف القانون اللي بنحسب بيه بوسون. طيب ه اس سالب م ضرب
ميم أس سين مكسور على سين مضروب سين أو بسمى سين فاكتوريال أو بسمى مفكوك سين. في الآلة الحاسبة موجودة، في الآلة الحاسبة برضو موجودة. طيب ميم معناه إيش؟ ميم قال معناها متوسط عدد مرات وقوع الحدث في البوصون. إما تكون ميم معلومة أو نحن طبعا ميم هي ميو، ميم يا شباب هي ميو، ميو كلنا بنعملها قبل شوي اللي هي التوقع، القيمة المتوقعة. قلنا القيمة المتوقعة بتساوي ميو بتساوي قبل شوي عملناها في ذو الحدين نفسها، هي عبارة عن نون ضرب لام، نون ضرب لام. إذا أول خطوة أنت تعملها تحسب هذه الميم، الميم هي قبل ما شباب ميو، ميم بتساوي نون ضرب لام، ميم بتساوي نون ضرب لام، نون ضرب لام. تمام. ها معطى في الآلة الحاسبة، اللي عنده آلة حاسبة يعمل معنا، اللي عنده آلة حاسبة. إذا الآلة الحاسبة نعمل شيفت، نعمل شيفت على أقصى يد اليمين في الاتجاه الأسفل الأعلى، لين لين بالأبيض مكتوب لين، تظهر لي إي فوق لها في مربع، إي مرفوعة لمربع. وضع شباب عملناه بالآلة الحاسبة، اللي عنده آلة حاسبة يمكن يعمل معنا، يعمل شيفت لين تظهر لك إي في مربع اللي هو في رقم سالب، نعم في رقم سالب، سالب ميو أو سالب إم أو سالب ميم. أيوة ظهر. تمام. إذن بوصول سهل جدا جدا تطبيقه لأنه كله في الآلة الحاسبة، يعني موجود في الآلة الحاسبة. طيب سين طبعا نفس الأسئلة اللي هي ما هو احتمال عدم وجود وحدة واحدة معيبة، بدل كان لا حنحطها صفر، نعوض قيمة سين مثلا بصفر أو نعوضها بواحد. إذا سين هي متغير، سين هي عبارة عن متغير من خلال اللي هي المطلوبات. إذا تصديق هذه الدالة زي ما قلت لك سهل جدا جدا. أنا شايف واحد من الشباب بس هو اللي جاوب قال أيوة أنا ما أعرف، بعدين أسمع ما قلت الإي هذه الإي، قلنا نعمل شيفت شيفت لين شيفت لين شيفت لين. ظهر يا شباب. طيب نشوف مثال. أيوة طيب قبل المثال الخصائص الإحصائية لهذا التوزيع، لهذا التوزيع اللي هي القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة والتباين والانحراف المعياري. توزيع البوصون من التوزيعات السهلة جدا يا شباب. أول حاجة القيمة المتوقعة نفس ذو الحدين بتساوي نون ضرب لام، هذه هنا أنا عامل لك علامة المؤشر، هذه بتساوي نون القيمة المتوقعة ميو هي عبارة عن نون ضرب لام، وهذه سهلة حسابها وجدناها سهلة جدا. تمام. التباين هو نفسه التوزيع الوحيد الذي توسطه يساوي تباينه أو توقعه يساوي تباينه هو توزيع بوصون. إذا التباين ضرب يا شباب بيساوي اللي هو الميم اللي هو عبارة عن نون ضرب لام. يا شباب هذه خاصية وهذا برضو موضوع سؤال عادي جدا في ذو الحدين، القيمة المتوقعة ميو ميو بتساوي اللي هي نون ضرب لام، وفي نفس الوقت التباين سيجما تربيع في بوصون هو نفسه ميو اللي هو عبارة عن نون ضرب لام. إذا السؤال هذا ممكن عادي جدا يكون موضوع سؤال، ممكن يكون موضوع سؤال. أقول لك التوزيع من خصائص توزيع بوصون، هذه خصائص من خصائص توزيع بوصون أن القيمة المتوقعة أكبر من التباين، هذا واحد. اثنين القيمة المتوقعة أصغر من التباين، ثلاثة القيمة المتوقعة تساوي التباين، أربعة القيمة المتوقعة لا توجد علاقة بين القيمة المتوقعة وبين التباين. نعم القيمة المتوقعة تساوي التباين، هذه الخاصية تحفظها حفظا جيدا. يعني إذا حسبنا القيمة المتوقعة كان بتساوي خمسة، إذا التباين المفروض يساوي خمسة. إذا حسبنا القيمة المتوقعة في توزيع بوصون كانت بتساوي خمسة، فإن التباين يساوي خمسة على طول. إذا التوزيع الذي وسطه أو توقعه يساوي تباينه هو توزيع بوصون. هذه كلها خاصية مهمة جدا، يعني عادي جدا في الاختبار أسألك أقول لك من خصائص توزيع بوصون أن أعطيك خيارات من ضمنها أن القيمة المتوقعة بتساوي التباين، القيمة المتوقعة تساوي التباين. واضح يا شباب؟ طيب إذا كان عندي في توزيع بوصون، في توزيع بوصون إذا كان عندي نون
بيساوي اكتب معي نون بيساوي ألف نون بيساوي ألف ولام لام بيساوي بوينت بوينت اللي هي صفر صفر واحد اللي هي دقراء واحد من ألف دقراء واحد من ألف بوينت صفر صفر واحد فإن القيمة المتوقعة ليو بيساوي فإن القيمة المتوقعة ليو بيساوي يلا يا شباب واحد القيمة المتوقعة ليو بيساوي واحد اللي هي واحد ضرب ألف نعم واحد ضرب ألف اللي هي بيساوي واحد طيب التباين يساوي التباين يساوي واحد نعم التباين يساوي القيمة المتوقعة يساوي واحد نفس القيمة المحسوبة في القيمة المتوقعة هي نفسها التباين ما تعمل فيها أي شيء اللي هي واحد طيب الانحراف المعياري يساوي سيجما يساوي الانحراف هو عبارة عن جذر التباين حيساوي برضو واحد برضو الشباب قال يساوي واحد إذن يا شباب توزيع بوسون كده خلاص خلص ما فيه شيء الدالة إلى الآلة الحافة القيمة المتوقعة عرفنا كيف نحسبها التباين هو نفس القيمة المتوقعة الانحراف المعياري هو القيمة المتوقعة أو التباين تحت الجذر هذا هو توزيع بوسون واضح شباب واضح طيب كذلك من الأمثلة اللي عندنا إذا كانت نسبة المعيد في إنتاج أحد المصانع هي 1% 1% سحبت عين عشوائية من إنتاج المصنع حجمها 50 وحدة ما هو احتمال أن لا نجد بها وحدات معيبة قلنا في هذه الحالة أنا عندي سؤال لا نجد بها معناها سين بيساوي صفر عوض قيمة سين بيساوي صفر إذا أطبق في توزيع بوسون لأن حجم العينة كبير واللام صغيرة في هذه الحالة عندي لما أطبق الهاء أكتب هاء مقدار قوة سالب 0.5 ليه 0.5 لأنه ميم عبارة عن نون ضرب لام ميم أول حاجة لازم أحسب ميم وميم بتساوي نون ضرب لام لما أحسبها بتساوي 0.5 تمام أحطها في الآلة الحاسبة أعمل شيفت أعمل لين أحط سالب 0.5 تمام بتعطيني القيمة اللي هي المطلوبة لأنه صفر فاكتوريال بيساوي صفر في هذه الحالة بتساوي 0.61 يعني نحن مثلا عندهم آلة حاسبة لو طبقوا معنا في الآلة الحاسبة أول حاجة نكتب من هذه المسألة المعطيات عندنا نون بتساوي 50 نون حجم العينة بتساوي 50 تمام هذا هو حجم العينة بتساوي 50 وعندنا اللي هي اللام لام بتساوي كم لام بتساوي 1% 1% تمام لام بتساوي 1% اذا اول حاجة احسبها انا مفروض احسب ميم احسب ميم قلت ميم هي عبارة عن ميم بتساوي نون ضرب لام ميم بتساوي نون ضرب لام اللي هي نون ضرب لام 50 في 1% بتساوي 0.5 اذا بعد ده اطبق فيه المثلة اطبق فيه القانون ثبتت انه ميم بتساوي 0.5 وسين بتساوي 0 في المرة الاولى طيب اذا ارجع للقانون هذا هو القانون اللي هو هذا هو القانون افضح احط في الآلة الحاسبة اي اعمل شيفت لين تظهر لي اي وسي سالب 0.5 سالب 0.5 تمام في 0.5 نفسها مرفوع قوة صفر ضرب 0.5 مرفوع قوة صفر اللي هو بواحد في النهاية اي حاجة يقول اس صفر بيساوي واحد على سين اللي هو مضروب الصفر بيساوي واحد مضروب الصفر برضه بيساوي واحد اذا 0.5 هذه لما تعملها بالآلة الحاسبة تظهر هذه اللي هي القوة الـ E أس ماينس 0.5 تظهر لك بتساوي 0.61 بتساوي 0.61 إذا هذا بالنسبة لتوزيع بوسون بتساوي 0.61 قال لي أوجد القيمة المتوقعة والتباين طبعا القيمة المتوقعة أنت أصلا وجدتها عشان نطبقها في القانون والتباين هو نفسه القيمة المتوقعة إذا القيمة المتوقعة هتكون 0.5 والتباين حيساوي برضه 0.5 القيمة المتوقعة هتكون هي 0.5 والتباين برضو حيكون هو 0.5 إذن توزيع
بوصون زي ما اتفقنا هو من أسهل التوزيعات الاحتمالية، لأنه هذا 50 في هذا 0.5، هذا هي قيمة متوقعة، وهذا هو التباين. التباين نفسه دائما هو قيمة المتوقعة. لو قال لك احسب الانحراف المعياري، نفس القيمة تحطها تحت الجذر على طول، تعطيك الانحراف المعياري. هذا هو توزيع بوصون، زي ما قلت لك من أسهل التوزيعات. ركز على كيف تقدر تفرق بين توزيع بوصون وتوزيع ذو الحدين. ركز في توزيع بوصون على انك كيف تقدر تحسب القيمة المتوقعة وتحسب التباين وتحسب الانحراف المعياري، وتعرف انه من الخصائص الاساسية في توزيع بوصون ان القيمة المتوقعة بتساوي التباين، القيمة المتوقعة تساوي التباين. الاسئلة التنشيطية هذه اذا كانت لون بتساوي 100، لام بتساوي هذه معكوسة، المفروض تكون بويل 3 من 100 بويل 0 بعد بويل 0 3. فإننا نستخدم في هذه الحالة الإجابة توزيع ذو الحدين، توزيع بوصون التوزيع الطبيعي. إذا كانت لون بتساوي 100، لام بتساوي 3 في 100، إننا نستخدم توزيع بوصون. هذه نحن عشية إحنا عملنا 3 في الألف، هذه نحطها لك 3 في الألف، ما في المية، صفرين مع بعض، يعني بعد الصفر في صفرين، 3 من ألف، عملنا 3 من ألف. طيب يا شباب، لام كان بيساوي بوينت 0.003، هذه تقرأ 3 من ألف، يعني في كل ألف في واحد 3 حدات كافة. في هذه الحالة نستخدم توزيع نوم 100 ولام بيساوي 3 من ألف، نستخدم توزيع. شبابنا في هذه الحالة نستخدم توزيع إذا كانت نون بتساوي 100، لام بتساوي 3 من ألف، فإننا نستخدم توزيع بوصون. نعم نستخدم توزيع بوصون، إذا نستخدم توزيع بوصون لأن لون كبيرة ولام صغيرة. طيب في توزيع بوصون كانت نون بتساوي 50، كانت نون بتساوي 50، لام بتساوي نفسها بوينت، لام بتساوي بوينت 0.003، بوينت 0.003، فإن القيمة المتوقعة هي القيمة المتوقعة نحسبها نضرب نون ضرب لام، نون ضرب لام ضرب عادي، يعني هذه نضرب 50 لام ضرب بوينت ضرب هذه ضرب بوينت 0.003، 50 ضرب 3 من 1000 اللي هي بتساوي 3 من 10، بتساوي 3 من 10، هي بتساوي كم يا شباب؟ 3 من 10، ولا واحد من واحد، ولا واحد وحادة من 10، 50 ضرب بوين 0.003 اللي هي بتساوي بوين 15 يا شباب، معلش بتساوي بوين 15. طيب في توزيع بوصون اكتب عندك في توزيع بوصون كانت نون بتساوي ألف ولام بتساوي 5 من 1000، نون بتساوي ألف ولام بتساوي 5 من 1000، بتبقى كيف؟ نون بتساوي 1000 ولام بتساوي 5 من 1000، بتبقى كيف يا شباب؟ 5 من 1000 بتبقى كيف؟ بوينت صفرين خمسة، 0.15 هذه 100، بوينت صفرين خمسة. طيب فإن القيمة المتوقعة بتساوي 5،
التباين هو التباين هو خمسة. التباين برضو الشباب يساوي خمسة. الانحراف المعياري هو الانحراف المعياري هو اثنين بوينت انحراف المعياري جزء خمسة شباب اثنين بوينت اثنين لا اثنين بوينت اثنين او اثنين بوينت ستة بوينت ثلاثة وعشرين اثنين بوينت اثنين نعم. هذا هو توزيع ذو الحدين وتوزيع بوسون كلهم من التوزيعين التوزيعين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. واضح شباب مفهوم؟ الإجابة الأخيرة هي 2.2 يعني أنا عندي كان لام بتساوي قال لي إذا كان لام بتساوي اللي هي 0.005 وعندي في نفس الوقت نون كان بتساوي نون كان بتساوي اللي هي كم قال 1000 فإن القيمة المتوقعة في هذه الحالة القيمة المتوقعة أضرب نون في لام القيمة المتوقعة نضرب نون في لام نون ضرب لام بتساوي القيمة المتوقعة بسميها ميو طبعا بقول ميو القيمة المتوقعة بتساوي نون ضرب لام اللي هي بتساوي 5 طيب التباين هو نفس القيمة المتوقعة التباين سيجما تربيع هو نفس القيمة المتوقعة بتساوي 5 تمام طيب والانحراف المعياري الانحراف المعياري هو جذر التباين هذه متفقين عليه من المحاضرة السابقة إنه الانحراف المعياري هو عبارة عن الجذر التربيعي للتباين نفس القيمة هذه حطها تحت الجذر 5 حطها تحت الجذر تعطيك الانحراف المعياري ليش مطرح 5 في الآن الحاسبة القال مطرح 5 يضرب 1000 ضرب هذه 1000 للآلة الحاسبة ضرب بوينت 0 تالي 0 5 كم تساوي في الآلة الحاسبة كم تساوي يا شباب في حد قال ما طلع له 5 ليش بيطلع 5 بيساوي 5 اذا بهذه النقطة نكون قد انهينا موضوع اليوم او اللقاء اليوم الخاص بتوزيع بوسون وشرحنا فيه مثلا متعلقة بتوزيع ذو الحدين يتمنى ان الناس تكون يعني عرفت الفرق بين ذو الحدين وبوسون وعرفت كيف تقدر تتعامل مع ذو الحدين وكيف نقدر نتعامل مع توزيع بوسون وهذه من التوزيعات الاحتمالية المهمة جدا ونحاول يعني نتعرف على كثير من المسائل المتعلقة بالتوزيع ذو الحدين وتوزيع بوسون وإذا عندكم أي سؤال أرجو إرساله على المنتدى وإن شاء الله نجاوب عليه وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ ما في سؤال؟ طيب زي ما قلت لك ركز على توزيع ذو الحدين والخصائص الخاصة بتوزيع بوسون وكيف تقدر تفرق بين توزيع بوسون وتوزيع ذو الحدين وإن شاء الله فرضوا في آخر نهاية الترم إن شاء الله بنحاول المحاضرة الأخيرة برضو بنحاول تكون مراجعة عامة بنحل فيها بعض المسائل المهمة ومعاون نياتي كل بالنجاح والتوفيق.